عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الدرس الرابع في الـ XML. هنتكلم عن الجزئية الخاصة بالبارسرز اللي هو التحليل. الـ XML parser is an API that reads the content of the of an XML document. محلل ال XML برنامج بيقوم بقراءة محتويات ملف ال XML. Currently popular EBLs are DOM اللي هي Document Object Model and SACS اللي هي Simple API for XML اللي هي واجهة برمجة التطبيقات الحالية. A validation parser is an XML parser that compares the XML document to DTD and reports any errors. اللي هو محلل التحقيق اللي هو المحلل ال XML بيقارن مستند ال XML إلى ملف ال DTD وبلغ عن أي أخطاء موجودة فيه. زي ما احنا شايفين قدامنا هنا ان اكس ام ال اكزامبل الاكس ام ال نوفل فتحنا وقفلنا او فتحنا الكورس وبعد كده جبنا نوفل وقفلنا. يبقى طبعا لو احنا نزلنا تحت هنا دي اخر النوفل بتاعتها يبقى لازم تكون مقفوله بالنوفل برضه. طيب الفورورد او الفورورد ادي واحده قفلتها وجواه هنا باراجراف والقفلة بتاعته. This is a great novel. وبعد كده الشابتر نمبر اديته واحد قفلت الشابتر اهي باراجراف وادي القفلة بتاعته وبرده هنا باراجراف والقفلة بتاعته. عندنا هنا an XML document contains and the DTD describes the elements such as novel and paragraph consisting of tags and content. العناصر بتتكون من العلامات والمحتوى ال attributes such as number اللي هو equal واحد consisting of a name and value. السمات بتتكون من الاسم والقيمة. ال entities طبعا هي مش موجودة او مش مستخدمة عندنا في المثال ده. طبعا هنا DTD example بنفتح القوس وبعد كده بعلامة اللي هي التعجب دي او سي اللي هي زي دوكيومنت طيب نوفل. بعد كده بنجيب الاليمنت نوفل الفورورد والشابتر. بعد كده الاليمنت الفورورد والباراجراف والاليمنت الشابتر والباراجراف والاليمنت الباراجراف علامة الهاش. وبعد كده بي سي داتا والاتريبيوت شابتر نمبر في داتا هاش ريكوايرد. وبعد كده بنقفل الحاجه بتاعتي. A novel consists of a forward and one or more chapters in the order. اللي هو نوفل يتكون من الفورورد والشابتر والكلام ده. في هذا الامر each chapter must have a number attributes. كل شابتر ليه عدد من الاتريبيوتس الموجوده. كل قسم يجب ان يتكون من عدد من العناصر. الفور برضو consists of one more paragraph بيتكون او بينقسم عدد من الباراجرافس الموجودة جواه. والشابتر برضو also consists of one or more paragraph نفس الموضوع. وبرضو هنا الباراجراف consists of based character data text cannot contains any other elements ما بتكونش من اي عنصر. طبعا هنا مثال تاني ل XML. بنفتح عندنا هنا ال XML الفيرجن واحد بعد كده دي او سي طيب. الحاجات طبعا كلها بتبقى ستاندر بتعرف بعد كده. بس هنا في عندي ملف اسمه ماي دي او سي دي تي دوت دي تي دي عشان ده ملف هيقرا من ملف تاني يعني الويزر ريبورت. فتحت
برضو بعد كده الديت وقفلت اللوكيشن وقفلت السيتي وقفلت الاستيت وقفلت الكونتري وقفلت والتمبريتشر داش رينج وقفلت تاوزر تاني قفلت والهاي سكيل بالاف 84 وقفلت الهاي ودي طبعا زي كومنت مكتوبه واللو سكيل برضو اف 51 وقفلت زي ما احنا شايفين الموضوع سهل مش اي حاجه صعبه زي دي تي دي فور ذيس اكزامبل الاليمنت وذر ريبورت الديت واللوكيشن والتمبريتشر داش رينج برضو الاليمنت ديت برضو هاش بي سي داتا الاليمنت لوكيشن السيتي الستيت الكونتري الاليمنت ياخد السيتي وبرضو اليمنت الستيت والكونتري والاليمنت تمبريتشر رينج اللو والهاي والهاي واللو على حسب برضو اللو برضو بي سي داتا والهاي بي سي داتا واللو سكيل السي او اف ريكوايرد وبرضو والهاي سكيل سي او اف ريكوايرد the limitation of DTDS الحدود بتاعتها DTDS capture grammatical structure but have some drawbacks الطاقات اللي هي DTDS البنية اللي هي النحوية ولكن بعض في بعض العوائق don't capture database data types domains لا تحتفظ بخصوص انواع البيانات لقواعد البيانات no way of definition ال OO like inheritance ال OO طبعا ال OOB اللي هو الانهيرسن او التوريث لا توجد طريقة لتحديد الميراث مثل ال OOB طبعا دي نوع من البرمجة او في البرمجة في حاجة اسمها جواها ال OOB اللي هو الانهيرسنس اللي هو التوريث almost XML syntax صيغة ال XML تقريبا غير ملائمة لإنشاء أدوات لها طبعا ال XML schema language standard for specifying the structure of XML documents اللغة طبعا معيار لتحديد هيكل الوثائق uses same syntax rules as regular XML document ويستخدم نفس قواعد النحو مثل وثائق ال XML العادية some processors can be used on both نفس المعالجات بيمكن استخدامها على حد سواء بتستخدم في كلها XML schema the purpose of an XML schema is not defined the legal building blocks of an XML document just like a DTD الغرض من مخطط ال XML هو تعريف الكتل البرمجية الأساسية لمستند ال XML تمام مثل ال DTD an XML schema طبعا defines elements that can appear in documents بيحدد العناصر اللي يمكن أن تظهر في الوثيقة define attributes إذا كان أبير زي الدوكيومنت برضو يحدد السمات التي يمكن أن تظهر في الوثيقة أو في الملف defines which elements are child element بيحدد العنصر اللي ممكن يكون يعني نحن نقول child اللي هو إيه جزء من العنصر أو نسخة من العنصر نفسه أو تحته defines the order of child element برضو بيحدد ترتيب عناصر الفرعية برضو defines the number of child element بيحدد عدد العناصر الفرعية defines whether an element empty or can include text بيحدد ما إذا كان العنصر فارغا أو يمكن أن يتضمن نصا defines data types for elements and attributes بيحدد أنواع البيانات للعناصر والسمات defines default and fixed values for elements and attributes بيحدد القيم الافتراضية والثابتة للعناصر والسمات طبعا هي ال XML schema look at this simple
XML document called note.xml. في عندي ملف XML اسمه note اللي هي note. بيبدأ ال XML version 1 النوت وقفلتها اهي، جواها to tov وfrom جاني وheading reminder والبادي اللي جواه don't forget me this week اللي هنستنيك الاسبوع ده. طيب this is symbol dtd file called node.dtd. يبقى انا عندي ملفين، ملف بنفس الاسم XML وملف التاني dtd. وساعات الواحد بيفضل يشتغل بالطريقة دي وهو بيشتغل في البرمجة، بس طبعا الملف هو نفس الاسم بس الاكستنشن بتاعه بيختلف على حسب الوظيفة بتاعة البرنامج وعلى حسب لغة البرمجة الواحد بيقول منها او بيستدعيها، علشان يبقى ايه كل ملفات قريبة من بعض او بنفس الاسماء على حسب. that defines the elements of the XML document above node XML او دوت XML. هنا ارى ال element note to from و heading و body، دول ان انا هقراهم او انا عارف ان هم موجودين في ملف XML. ال XML ال element to bc data هيقرا لي يجيب لي ده to كذا و element from، بعد كده ال heading، بعد كده ايه ال body. طيب كويس. simple XML schema برضو نفس الموضوع، version واحد، الحاجات دي كلها ستاندر زي ما احنا شايفين، بس هنا في اكس اس دي دبل دوت اليمنت نيم نوت، برضو اكس اس دي دبل دوت كومبلكس تايب، اكس اس دي سيكونز، برضو اليمنت نيم تو تايب اكس اس دي، بقول له انا الحاجه اللي جايه لي سترينج يعني كلام، برضو فروم برضو سترينج، والهيدنج سترينج، والبادي سترينج. طبعا الحاجات دي مش واحد مش ينفع اشرحها اللي هي سترينج او انتجر او كذا، لان الحاجات دي خاصه بالبرمجه يعني هي مش معقده بس مش وقتها. قفلنا هنا السيكونز بتاعنا، وبرضو الاكس اس دي اتقفلت اهي، كومبلكس تايب والاكس اس دي اليمنت اس اس دي سكيما. يبقى احنا كده قفلنا الملف بتاعنا. بيزس او بيزكس اوف اكس ام ال سكيما، نيد تو يوز اكس ام ال سكيما نيم سبيس جنرالي نيم اكس اس دي. طيب سمبل تايبس ار اواي اوف ريستريكتنج دومينز اون سكولرز، هي طريقه لتقييد المجالات على السكولرز. برضو كان ديفاين ا سمبل تايب بيزد اون انتجر رقم with value within a particular particular range، يمكن تحديد نوع بسيط مبني على عدد صحيح من قيم ضمن نطاق معين. complex types are a way of defining element attributes structures، هي طريقة تحديد بنيات العنصر او السمة. basically equivalent to element but more powerful، بيعادل طبعا بشكل اساسي العنصر لكن اكثر قوه منه. specify sequence it choose between a child element، بيحدد التسلسل الاختيار بين العناصر الفرعيه. الحاجات دي طبعا كلها مفيش مشاكل منها، زي ما احنا برضو هنا شايفين ان ان XML schema file called company، برضو هنا XML version 10 encoding، حاطر هنا encoding الطريقة اللي هيقرا بيها. انا عايز بس اقول نقطة على موضوع الانكودينج دي، خدنا واحنا هنا بنعملها في هنا حاجة في ده مش عايز انا في هنا حاجة في الفيو، عشان في الفيو او الايديت، لا الفيو لما اجي اعرض صفحة تكست سايز، لا الانكودنج دي موجودة هنا في ال انترنت اكسبلورر، مش عارف هي موجودة في الباقي ولا لا، بس ادي الحاجات اللي هي اليونيكود والحاجات دي. لو دوست هنا مور هيجيب لي حاجات تانية كتير، عربك دي او سي او ايزو والويندو، الحاجات دي طبعا كلها بتبقى مفيدة على حسب اللغة اللي احنا بنشتغل بيها،
بس انا قلت اوريها لكم عشان احنا ظاهره قدامنا دي. هنا الانكودنج اللي هو محدده يو تي اف زي ما احنا شايفين. وبعد كده السكيما وضع برضو الحاجات دي هنا ثوابت زي ما احنا شايفين قدامنا. كلها والسيكون طبعا الطيب هنا والسيكونز كلها زي ما فاتح زي ما قافل، يعني مفيش حاجة جديدة في الشرح. برضو بعدين هنا ال XML schema identify specific set of XML schema language element tags being used، اللي هو حدد مجموعة محددة من عناصر لغة المخطط XML اللي هي علامات المستخدمة. specify a file stored at a website location، بتحدد ملف مخزن في موقع ويب. برضو ال XML namespace defines the set of commands اللي هي name that can be used، اللي هو بيحدد مجموعة الأوامر أو الأسماء التي يمكن استخدامها. وبكده إن شاء الله نعتبر انتهينا من الشرح بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله.